يلا شباب ستوب. منيف الخميشي حياك. اللي بعد الصب حبيبنا محمد الذهلي. اللي بعده فارس في حياتي ما طلعت معه مسابقة. مساعد حماد. يلا محمد مجاوب حماد. يلا محمد فارس البشيري. منيف الخميشي. لا هنا منيف. كذلك محمد الذهلي. فارس غلطة وطن الله اللي علم من صلي على النبي. طبعا حنا وعدنا كلنا ان اي واحد يطلع ندعمه. منيف منيف حنا وعدنا اي واحد يطلع ندعمه. منيف فارس فارس من الصفارق يا فارس. شجاعة فارس البشيري. منيف الخميشي وحبيبنا محمد الذهلي ومساعد حماد. شدوا حيلكم. اي بلك راح تختارونه؟ ابو طار صندوق يا فارس. ثمانية وشاركهم ثمانية. ما بك تدفع كم؟ سبعة. ثمانية وشاركهم ثمانية. انا سبعة. سبعة؟ وانت منيف؟ منيف انت؟ طيب انت وش كم قلت انت؟ انا قلت ثمانية. انا قلت سبعة. وانت مساعد؟ سبعة. يعني انا فارس. خليك معهم خليك معهم. سبعة. يلا يلا توكل الله. سبعة. بسم الله. سبعة. سبعة. يا رب. بلك رقم سبعة اختيار الشباب. نشوف الحين السؤال الأول لفارس البشيري. عندك ثلاث خيارات: المغامرة، المناصفة، المشاورة. والله أنا خبرة برايم يا الغالي. أوه خطير. ما خبرة تحسين هكذا حبيبي. بس أنا ما في خديجة هو اسم زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا يعني هذا الاسم؟ الشجرة المثمرة، جنين يولد قبل أوانه، الخدين، المشربة بالحمرة. إجابة عندك ترى. مشارك حبيبي ان شاء الله. الشجره المثمره. عايد عايد ايش شجره ما دام هذا يعرف. خلاص انا شاركت الكل. خديجة وش خلاص شجره شجره مثمره يسمونه. داري شجره مثمره. طيب انا بشارككم. وشو صح. لا لا ها جنين يولد قبل اوانه الخدج يسمونه. جنين يولد قبل اوانه ولا خديجه؟ هو شو يقول لك؟ خديجه هو اسم زوج. ما فماذا يعني هذا الاسم؟ معنى الاسم انت وش معنى الاسم؟ متاكد ايه الخدج دائما يقولون بالمستشفى صح ولا لا؟ جنين جنين يولد قبل اوان. خلاص جنين يولد قبل اوان. هي مشاورة ها؟ جنين قبل يولد اوان. ما مشاورة. الاجابة بطل يا صحيحة. برافو. طيب عندك الواحد الى اربعة. عادي بدأ من واحد اثنين ثلاثة اربعة. لا 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 اثنين. انت اثنين 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 اثنين, اثنين. سؤال لفارس. نشوف رقم اثنين وش فيها. والله انا اتفائل فيه. والله اني اتفائل في هذا الشخص اكثر شخص. اخوي فارس اثنين. اذا جت الهامور فانا يعتبر لك لحالك. اذا جت المبالغ الماليه سواء كان ايجاب ولا سلب تتقسم بين الكل. نشوف الحين رقم اثنين. يا رب يا رب يا رب خلني افرح وياك. وي 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 خلنا نفرح. الله انا حظي حظي عارفه. اوه حظي عارفه. 1000 ريال. من يجاوب لك؟ 1000 ريال. من يجاوب السؤال؟ مساعدك. منيف 1000 ريال ان شاء الله. مني مو خسران شيء ما عاد درعين ومرة مضبوط يعني ما همه. ابو تستاهل 320 ريال. برافو. 80 ريال للكل بعد المشاورة من سؤال فارس البشيري. ننتقل منيف الخميشي. منيف السؤال لك. القيم المالية شباب مثل ما انتم عارفين كلها عالية، ما عندنا الأربع صناديق فيها سالب. يقول السؤال: صحابي جليل استمعت إليه الملائكة وهو يقرأ سورة البقرة. وسيد بن خطير، أبو أيوب الأنصاري، عبد الله بن حذافة. ترضون معي مشاركة؟ أنا ما أعرف بس أشارك. مشارك. نشاركك نشاركك لكن أنا ما عندي فكرة. يمكن صحابي جليل استمعت إليه الملائكة وهو يقرأ سورة البقرة. أسد بن خطير لا أبو أيوب الأنصاري. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. من يقول مساعد ترى تربكونه كذا؟ عيال وش رايكم بعبد الله بن حذافه؟ والله يمكن 20 ثانية. ابو ايوب او عبد الله. ابو ايوب وعبد الله بن حذافه صح؟ لا ها ما في حد اجابه زي ابو ايوب. ابو ايوب ابو ايوب ابو ايوب راشد قحطاني. ابو ايوب ابو ايوب ابو ايوب اول شيء عبد الله عبد الله ولا عبد الله. ابو ايوب ابو ايوب ابو ايوب ابو ايوب ابو ايوب الانصاري. يا رب انتهى الوقت. طبعا قال ابو ايوب الانصاري. طبعا الكبد هو اكبر غده للمعلوميه تاكيد. ثلاث اجابه خاطئه. وش الجواب شباب؟ الجواب الجواب الشف الجواب سيد بن خضير. هذه الإجابة صحيحة. معوض الخير سالب 60 للجميع يتقسم. أوكي 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 كل واحد سالب 15. ننتقل محمد الذهلي. الضارب خدت برنامج وأنا ما فزت بالهم إلك والله حتى أنا. يلا بسم الله. حطكم السؤال رقم 2 وصندوق رقم 2 320 ريال.
شد حيلك، باقي عندنا ثلاث صناديق، واحد وثلاثة وأربعة مع السؤال القادم. الحين صار كل واحد مجموعة 65 ريال في رصيدة، يعني حق عشاء يومين. يا السؤال، صرنا نقصد أسبوعين هذا. من هم الخراصون في قوله تعالى إنهم إلا يخرصون؟ المتكبرون، المتطاولون، الكذابون. أنت محمد دلزين. مشاورة ولا الحال؟ إنهم إلا يخرصون. مشاورة مشاورة. 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 تذكر الآية يا محمد. في آية قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين وما هم. لا إنهم. إنهم إلا يخرصون يكذبون يمكن. يخرصون يعني ما يسكتون، الظاهر متطاولون صح؟ إنهم إلا يخرصون ما أدري. ها الكذابون، عشر ثواني. اسمع اسمع، أكيد إنها الكذابون. الكذابون المتكبرون. أنا أشوف إنها إن شاء الله متطاولون. أربعة ثلاثة اثنين واحد. متكبرون إن شاء الله. الجواب بعد الصفر ولا قبل الصفر؟ يا محمد ليه ما جاوبت؟ قبل الصفر جاوبوا؟ المتكبرون يعني عموما بعد الصفر ولا قبل الصفر؟ المتكبرون خاطئة. الكذابون. الكذابون يا محمد يخرصون. قالوا وش اسوي انا مشاورنكم. قلت انا ومحمد فارس الكذابون. طيب سال 15 للكل، مثل ما تعرفين ان السؤال الخطا او الاجابه خاطئه، واللي ما يجاوب سالب 60 على السؤال، وانتم اربعه قسمناها على الكل صارت المجموع النهائي 50 ريال. يكون مسابق السؤال لمساعد حماد الهامور ان شاء الله. مساعد مساعد، السؤال لك يقول: أي من ألوان أضواء السيارة يستخدم في حالات الضباب؟ الأحمر خفيف، الأصفر، الأبيض، الكيضوي. مشاركة. كيوي كيف كيوي؟ مو كيوي كيضوي بالضاد. كيضوي. أسمع أسمع أسمع. الأصفر. لا. الأصفر مع الضباب ما يصير. ما يبان. الأحمر الخفيف ما يبان. هو الأبيض مستحيل. الأبيض الكيضوي. الأبيض مع الضباب ما ينبان. والأصفر ما يبان. والدليل نتبند الزينون. والأصفر ما يبان. الأصفر. الأصفر. لكن احنا نضرب اربع عشائر لان لونها احمر صح؟ نقول الاحمر. انا اقول ما ادري. لا الاصفر الاشاره خفيف. 10 ثواني. الاصفر الاشاره صدق. ايه الاصفر. اصفر اشاره الاشاره. الاصفر عيال الاصفر ممكن الاصفر. يلا الاصفر. الاصفر الاجابه. حرام عليك يا صالح. لا تشجع. خاطئه. الابيض. الابيض كيف ابيض؟ ابو يارا احنا الابيض. الابيض البند في الواحد الصوت. الواحد الصوت في الشافه. الابيض والله العظيم قال الابيض. كيف ابيض؟ حياتنا ما شغلنا ليت ابيض. ايوه وليت سيارتك اذا في زنون وفي اصفر. ايش اللي اصفر؟ زنون ما حد يبين قدامك مع الضباب. رجعت اصفر يبان معك. هذا تحليلي بس. اوكي لا تقرير. هذه الاجابه الابيض. يسمونها ابو يارا ظاهره تندا. الابيض المربع شباب. وش رقم واحد؟ ايوه 160 ريال. طيب رقم اثنين 320 ريال. رقم ثلاثة 200 ريال. رقم أربعة الهامور. الأسبوع الثاني برضو ما يحل.